الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه كمحكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمان